الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل الزكاة متعلقة بالسنة الهجرية أم بالسنة الميلادية؟ الزكاة متعلقة بالسنة اللي هي الحول العام الهجري فقط. قال الله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت أي تحدد بها الأوقات، بنصوم في رمضان، بنخرج الزكاة بناء على العام الهجري الكامل، حتى في مسائل طهر المرأة وطلاقها وعدادها، كل ذلك مرتبط بالأشهر الهجرية أو كما تسمونها الأشهر العربية أو الأشهر القمرية التي مبتدأها المحرم وانتهاؤها ذو الحجة، والله تعالى أعلم.